حتى بيوقف لساني عن الغنى فروحي بتغني. نحن جوكينج بنقول انه جونيور بافاروتي، بس هو مش بافاروتي، هو في عنده الشغلة انه بافاروتي ما عنده اياه، هو إليا فرانسيس. مش ممكن يعبر هيك الوقت بدون ما يكون إليا نمبر 1 بالغناء. مفتخرين فيه، مفتخرين فيه على بكير، قلت له بكرت علي لحتى لي هالقد تعمل فيي. Good luck إليا، good luck. وقتها بوقف لساني عن الغنى فروحي بتغني. نقيت الموسيقى الكلاسيكية لأنه هي الأكثر نوع موسيقى شدني. إحساسي أنا وعم غني هو كم برودري، كم نوت هيك بيطلعوا، إذا بدك بنسميهم بالعربي عرب. ضفت ريتم، ضفت إيقاع على الموسيقى الكلاسيكية لأنه مش كل العالم كانت تتقبل الأوبرا، وخاصة إنه هون بالشرق كانوا يعتبروا انه الموسيقى الكلاسيكيه وتحديدا الاوبرا انتر جيمي بيزهق او بينعس. انا بكون عم دق، ما بكون مركز بس على موسيقتي، بكون عم بسمعه له بذات الوقت بارالل، عم بسمع حالي معه. في مثل كونكشن رهيبه، يعني بقرا له افكاره، يعني بحس هلا شو العربي بده يعملها، بحس هلا شو مثلا بده يطلع بده ينزل. صوت إليا من النادر انه تسمع هيك صوت، ولحتى لدرجه انه اتفاجئ على بس يطلع على الكونتر دو، يعني بتفاجئ وبصير صرخ، يعني بصرخ على الوقت اكيد ما بطلع بس انه يا إليا
اكيد بياخذ قوتي بالاول من بس استجمع هيك افكاري واقول انا خلص انا هلا واقف على المسرح بدي غني. القوه الزياده يعني انا بكون اخذ تنقول 80% قوه، هال 20% هي العالم قديش بتكون متاخده، قديش بتكون متجاوبه، قديش بس خلص غنيه العالم توقف بتزقف بتصرخ برافو على العالي او بيس قد ما بيحبوا مثلا شقفه موسيقيه معينه. عشا مرة بليلي بمطعم تلياني هون شوي عم بسمع صوت أنا ما انتبهت في حدا عم بغني، صوت كتير حلو وما حدا قال لي في حدا عم بغني من اللي قاعدين عم نتعشى. شوي طلعت قلت له خيم مين حاطط السي دي؟ قال لا يحوي ليك وين واقف هونيك عم بغني هالشاب. قلت له مين هو طيب تلياني؟ قال لا شو اسمه يا عمي؟ اسمه الياس. اسمه الياس؟ قلت له تلياني بهالشكل والياس؟ رحت لعنده عملنا بريك قلت له انت الياس فرانسيس؟ ولا إليو فرانشيسكو؟ قلت له أنت دي صوتك بهالشكل لازم يكون إليا فرانشيسكو أنا بارلو دي إيطاليان. إلي صوته ما في نصر خشب هو بيصيروا يخزقوا السمع، إلي بيطلع وبينزل والعرض تبعه من تحت لما بنحكي عم يلقط كل التوناليتي من اولها لاخرها. عم تسمعي أو انا بسمع كاوقات كانسان عادي بس اوقات انت عم تحكمي عقلك المنطقي تبع العلم بتلاقيه انه اوف من فوق لتحت هيك ما عم بيغص مطرح ما عم يعمل مصران غليظ. انا بحب اشتغل مع إليا كثير وصلنا زمان مشتغل، هو كان يغني بالكورال بجامعه الكاسليك وبتذكر كثير منيح كان عم بسمع صوت بالكورال انه غير صوت كلهم شباب منيح وعم بيغنوا بس كان في شيء شخص عم بسمع صوته. قربت وشفت انه إليا إليا فرانسيس عنده التامبر يلي ما فينا ما في كتير ناس اللي عندهم إياه. في كتير ناس بيغنوا صح بيغنوا مظبوط بيغنوا حلو بس التامبر يلي إليا عنده إياه بفتكر بلبنان بعد ما في حدا مثله.